اوكي. Okay, this lesson is about is from unit 10. Okay, phonics time اللي هو درس الفونكس اللي دايما بناخده في نهاية الوحدة at the end of the unit. Okay, today we will learn about syllable. Syllable meaning the mean of syllable is it's a part of a word that has one vowel and consonant before and after the vowel. يعني احنا عندنا يا جماعه any word had consonant sound and vowel sound. ال vowels we have five vowels A, E, I, O and U. Where the rest of the letters, all of them are consonants. بقى بس حضرتك ده في الدرس الكام؟ آخر درس. آخر درس اللي هو فايف، أوكي؟ طب في يونت إيه؟ فين الـ A إيه؟ في يونت إيه؟ يونت 10. بدأنا يونت 10، أوكي؟ إحنا عندنا خمس حروف فاولز اللي هو الـ A والـ E والاي والاو واليو، وباقي الحروف بنسميها ساكنه اللي هي ايه، بنقول عليها كونسونانت فاولز، كونسونانت ليتر. اوكي، طيب ايه هو السيلابل؟ السيلابل هو عباره عن جزء من الكلمه بيحتوي على حرف فاول واحد او صوت واحد متحرك، والاصوات التانيه بتبقى ساكنه. ساعات بيبقى حرف واحد بيدي صوت واحد، وساعات بيبقى حرفين متحركين بيدوا برضو صوت واحد. اوكي، يعني احنا بنتعامل مع الصوت مش بنتعامل مع الحرف. تعالوا نشوف كده ازاي. One syllable words like cat. شايفين احنا cat، طبعا عارفين cat يعني ايه. لو بصينا في الكلمة we have see and T. C and T. احنا عندنا هنا السي، تمام، والتي. الاثنين دول بنسميهم ايه يا جماعه؟ كونسوننت، بنسميهم حروف ايه؟ ساكنه، تمام. اما الاي ده خلاص بنسميه فاول، فاول يعني حرف او صوت متحرك. يبقى الكلمة دي كلها بتعمل لنا ايه؟ مقطع واحد او one syllable. اوكي، بص بقى، يبقى عندنا ال A هنا ال vowel الوحيد اللي عندنا، عمل ايه؟ عمل مقطع واحد one syllable. يبقى احنا عندنا one sound one vowel sound اللي هو ال A، عمل لنا cat. cat الكلمة القصيرة بتحتوي على صوت متحرك واحد. أوكي، يبقى this word contains one syllable، تحتوي على مقطع واحد مفيش غيره. Again همسح بس الدروينج دي. One syllable words like screen. Screen. Do you know the meaning of screen? Okay. Screen has double E. فيها حرفين E متحرك. بس هما الاثنين بيعملوا ايه يا ولاد؟ بيعملوا صوت واحد اللي هو long E. E. E.
يبقى احنا عندنا ايه؟ one sound عملت صوت واحد and make one syllable عملت ايه؟ حرف مقطع واحد. طيب انا عايزه العب معاكم لعبه جميله جدا ماشي. الكلمه اللي مقطع واحد هنسقف تسقيفه واحده بايدينا اوكي. يعني اوكي يعني اما اقول كات هروح اعمل ايه؟ يلا 1 2 3 يلا كات. يلا يا جماعه ها وروني كده سقفتكم. كات اوكي كات. ماشي. سكرين سكرين ها يلا 1 2 3. لا في حد عمل سقفتين انا عايز سقفه واحده. 1 2 3 سكرين سكرين. ليه؟ لان هو عندي انا مقطع ايه؟ واحد. فاهمينها كده؟ از ات كلير؟ يس. اوكي تعالوا نشوف اللي بعديه عشان اسمع صوت ايديكم كده ها. When you clap your hand. Mouse. Mouse. How many syllable here? كم عدد المقاطع هنا؟ Two. 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 One. عارفين ليه؟ لأن الأو واليو دي نطقناها صوت واحد صح ولا لا؟ احنا yes. قول معايا ماوس. ماوس 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 ماوس. بصي بقى عايزاك تعمل حركة تانية. حط ايدك تحت دقنك. حط ايدك تحت دقنك. تعرف تحطها؟ اوكي. واحد يقول ماوس كده. قولوا كده معايا ماوس. ماوس. بقك فتح كم مرة؟ مرة واحدة نزل وطلع مرة واحدة يبقى كده مقطع واحد. تاني قول معايا ماوس. ماوس. حط ايدك تحت دقنك. ماوس. ماوس. عايزة حد يفتح الكاميرا. عايزة واحد يفتح الكاميرا كده ويوريني هو حاطط ايده. يلا وريني. حطوا ايديكم. ايوه زي ألمة. زي ألمة يا ولاد. يلا افتح الماوس. ماوس. بقك فتح كم مرة؟ مرة واحدة صح ولا لا؟ مرة. يبقى ده مقطع. سمعوني سقفة كده. ماوس. ماوس. اوكي كده وضحت؟ وضحت يا ولاد؟ يس. اوكي يس. تعالوا نشوف تاني ها. فون. ها يلا يا ولاد. فون. حط ايدك تحت دقنك في الاول. حط ايدك تحت دقنك. ايدك بتطلع فين؟ يلا قول فون. 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 فتح كم مرة؟ فون. فون. كم مرة؟ فون. فون. مرة واحدة اهي بص. فون. 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 كم عدد المقاطع؟ مقطع. مقطع. مين الفاول اللي عندي هنا؟ مين الفاول؟ الاو. It make one sound. It makes one sound. عمل صوت واحد اللي هو اللونج او. طب الاي حد يقول لي يا مس انت ليه ما حسبتي الاي صح ولا لا؟ لا عشان ما فيش كونسوننت في الاخر. لا مش عشان كونسوننت كمان عشان الاي هنا ما بنطقهاش. هي عملت تأثير الاي؟ لا no. ما عملتش تأثير. هي بقى خلت no. الاو لونج بس. عارفين؟ بصوا عارفين لو قلنا فوني. لو قلنا فوني مثلا يبقى الدي الاي دي مقطع لوحديها لوحده لكن احنا ما نطقناش الاي صح ولا لا؟ صح. طيب نسمع السقفه بتاعتكم. يلا فون. ها فون. فين سقفتكم؟ فون. فون. اكسلنت. يبقى هاو ميني سيلابلز؟ وان سيلابل ان وورد. اوكي وقتها نلاحظ برضه هنشوف تاني برضه. سيرش. 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 هاو ميني سيلابل هير؟ هاو ميني سيلابل؟ وان. وان. افتح بقك حط ايدك تحت دقنك وقول الكلمه سيرش. اوكي فين الفاول هنا؟
الاي والاي. ايوه اي. عملوا لي كم صوت هما الاثنين؟ 1 سيلابل ساوند. 1 سيلابل. اوكي هناخد المقطع المقطع الثنائي او الكلمه اللي فيها مقطعين. ودلوقتي بالك لما ايه لما تحط ايدك تحت دقنك كده وتنطق الكلمه ماشي. What this tablet احنا how many syllables here two tab is a syllable and lit is a syllable now حط ايدك تحت ايدك تحت دقنك وقول تاب ليت. تاب ليت. تاب ليت. تاب ليت. تاب انا بس عملت تابلت ولت واحده يبقى تو تابلت. وان سيلابل اند ذس از ذا سكند سيلابل. اوكي طيب نسقف بايدينا كده يلا معايا 1 2 3 تاب تابلت. بسقف بايدين تاب لت. نقولها مع بعض كده نقولها تابلت. تابلت 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 كيبورد كيبورد بورد. طب انا عايز اشوف سقفتكم عايز اشوف سقفتكم. كيبورد كيبورد. سقفت كم مره؟ سقفت كم مره؟ 2 يبقى عندنا كم سيلابل؟ 2 سيلابلز. كيبورد كيبورد. This is the first syllable and this is the second syllable. Okay? Yes. حط ايدك تحت دقنك كده وقول كيبورد. كي كيبورد. لاحظت الحركه لاحظت الحركه بتاعت بقك ازاي؟ اوكي كيبورد. Now what this what this rabbit making بيعمل ايه الرابت ده؟ Working. Writing. 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 هو بيعمل ريسيرش. هو بيكتب بحث يعني ريسيرش. ريسيرش. يعني السقفة بتاعتك. ريسيرش. اوكي. This is the first syllable and this is the second syllable. Research. 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 Excellent. Research. Again, and what this? No. Web. Website. 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 Okay. يلا سمعني سقفتك. Web. Website. Website. فين السقفة؟ Website. Okay. Website. So this word has two syllables. The first syllable is web. And the second syllable is okay. Website. 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 Site. E, huh? Mail. Email. Email. Excellent. Good job. Email. 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 The second syllable. E-mail. Okay. ممكن تسمعني سقفتك؟ ها؟ E. Email. Email.
Excellent. Email. Excellent. Email. Excellent. Okay. Email. What this? Email. Computer. Internet. Again. Internet. How many syllables? Three. No. طب عايزين نسقف كده؟ حط ايدك تحت ده هاتها لوحدك. How many syllables? Three. مين اللي قال three؟ Three. أنا. مين؟ أنا. ندى. أنا أمس. آية، برافو يا آية. إزاي عرفتي ثلاث مقاطع؟ إزاي؟ أنا اللي قلتها. إزاي عرفتي؟ عشان هو انتر فيها 2 انتر ونت فيها 1. برافو عليكي. تعالوا بقى نشوف كده. ها 3 سيلابل ووردز ان. يلا يا اولاد ان انتر انترنت. انترنت. ممكن نشوف سقفتكم. يلا 1 2 3 ان انترنت. again انترنت. How many syllables here? Three. What? This is the first and the, two. The second syllable. And this is the third syllable. Okay? Yes. تمام كده؟ Okay. ممكن تحط ايدك تحت بقى تشوف الفرق. يلا 1 2 3 What this? Recycle. Excellent. Recycle. Recycle. How many syllables? Three. Recycle. Okay. This is the first syllable. Recycle. Syllable. And the third syllable. Is it clear? What's the meaning of recycle? Recycle. What's the meaning of recycle? Recycle. أعادة تدوير. أعادة تدوير. Okay. To make something old, you can recycle them to something new. يعني حاجة عندك قديمة بتحوليها لشيء تاني جديد أو بتستفيدي منه. Okay. What's this? Computer. Computer. How many syllables? Three syllables. Three syllables. طب ممكن نسقف كده واحنا بنقولها؟ يلا 1 2 3. Computer. فين السقفة؟ Computer. Good job. Come. معايا ولا لا؟ Computer. Okay, how many syllables? Three syllables. This is the first syllable, and this is the second syllable, and this is the third syllable. Okay? Yes. Okay. Count and write. دلوقتي بقى هناخد كلمات هنعد فيها السيلابلز وهنكتبها او هنقولها. انا عندي الترتيب بيبدا من امينه. اوكي امينه هنقفل فينا المايكات. امينه بس اللي هتفتح، اللي هنادي اسمه بس هو اللي هيفتح المايك. اوكي امينه. Yes. The world website. How many syllables? Two. اوكي good job. Two syllables. ممكن تقولي لي ايه هم السيلابلز يا امينه؟ Which are they؟ Web. Site. Excellent. The vowel in the first syllable.
is e. E. Good job. And the vowel in the second syllable is I. I. Good job. Bravo, Amina. Bravo. Bravo. Okay. Lama Tamer. Yalla, yalla, yes, yes. Okay. The word recycle. Recycle. How many syllables? Two. Try again. Huh? حاولي أمينة تاني. سوري يا لما. ري يلا سقفي قوليها انت واديني التسقيفة بتاعتك. ها لما. Again. Recycle. How many syllables? Three. Three. Excellent. Three syllables. اللي هم ايه? Recycle. The first syllable. The vowel is e. E. The second syllable y. One. And then k. كل دي مقطع واحد يبقى كنا is three syllables. Okay. عارفة لو انت حطيتي ايدك اتلخبطتي حطي ايدك زي ما انا قلت لك تحت دقنك كده وقولي الكلمة هتلاقيه نزل ثلاث مرات هتلاقي منطقة الدقن نزل ثلاث مرات recycle صح ولا لأ؟ recycle. اوكي okay. اوكي okay. محمود تامر اوكي okay. The word mouse. Mouse. How many syllables? ها؟ huh? Two. طيب ممكن تحط ايدك تحت دقنك وانت بتقولها؟ One mouse. Excellent. One syllable لان احنا عندنا الاو يو دي نطقناها بصوت واحد بس. ها ماوس ماوس اوكي وان سيلابل وان سيلابل اوكي الما يس تيشر يس الما ذا وورد كمبيوتر هاو ميني سيلابل 3 سيلابلز ذا فيرست سيلابل از ها كوم كوم Computer. Excellent. Computer, three syllables. Excellent. The vowel in the first syllable is? O. And the second syllable is? U. And the third syllable is? E. E. Good job. Good job. What about Juri Ahmed? Yes. Yes, Juri. The word keyboard. How many syllables? Two. Okay, good job. What are they? Huh? You can cut them in board. Key and board. Key board. And okay, two syllables. Good job. نتخيل ان احنا معانا كده منشار او مقص بنقص الكلمه هو ده نفس الايه نفس الموضوع في المقاطع الصوتيه or syllables. Okay. في بقى حاجة تانية ليها علاقة بالسيلابلز اللي هي اسمها word stress. يعني ايه word stress؟ يعني ان احنا بنعمل ايه يا اولاد؟ بنعمل شدة صغيرة او ضغطة صغيرة على السيلابل او على الحرف او على المقطع. بنركز على حاجة معينة فيه. اوكي؟ يبقى word stress the strongest syllable in a word اقوى جزء او اقوى مقطع موجود في الكلمه ساعات في بعض الكلمات بنعمل شده او بنعمل ضغطه صغيره على ايه على مقطع من المقاطع اللي موجوده زي مثلا لما اقول ايه انترنت انترنت طبعا احنا عندنا هنا ايه الاي ان ان انترنت ال ال الاسترس عندنا الضغطة بتبقى على أول مقطع على أول حرف إن بص كأنك بتجيب شاكوش وبتدق عليه إن إنترنت قول معايا كلكم كده إنترنت 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 لاحظ إن أنت ضغطت على الإن صح لكن التي وباقي الـ الـ باقي المقاطع عدتها بسرعة ها إنترنت
internet. دقيته على الان على المقطع الاولاني ولا لا؟ the first syllable. انا ايه دقيت على ايه ال first syllable عند هو بان معايا اقوى. اوكي اوكي اوكي. What's this? Telephone. Okay, repeat after me. Telephone. 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 On phone or in cell? Cell. Cell. حتى احنا بنقول ايه؟ يلا cell phone. Okay, cell phone. Cell phone. Cell phone. Excellent. Good job. يبقى الاسترس هنا عندنا على مين؟ على ايه؟ The first cell. Okay. Circle the stress syllable. Okay. هنقفل المايكات كلنا. هيبقى معانا دلوقتي حلا. يلا يا حلا. حلا number one. ها keyboard. Where is the stress key. Syllable. Key. Excellent. Good job. Can you say it again? Keyboard. قولي keyboard. Keyboard. عملنا استرس على المقطع الأولاني. أوكي. أوكي. آية. آية. The second question. Look at the picture. Website. Okay. Where web. Is the stress? Web. Web. Excellent. بلاش أي تستخدمي الشاشة. Okay. Website. Website. The stressed syllable is web. المقطع اللي احنا عملنا عليه stress هو web. لان احنا بنقول website. 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 Excellent. Now, ندى. ندى؟ Yes, miss. Email. Where is the stress syllable? First. The first syllable, اللي هي E. E. Email. Email. Excellent. ندى، بعد كده retail. Retail. Computer. Computer. فين؟ لا كده حاولي كده تنطقيها كده. بصي اسمعيها مني. Computer. 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 فين؟ كم ولا ب؟ يوت ولا ار؟ بت. برافو. Excellent. The second syllable. Computer. 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 Okay. Now we talk about the conjunction اللي هي ايه؟ الروابط اللي بنربط بيها الجملة. ساعات الجملة تبقى جملتين وعايزين نربطهم كده بحاجة، نربطهم ازاي مش عارفين. احنا عندنا we have three conjunctions here which are and so and but and so and but يعني and و so لذلك but يعني ايه لكن. اوكي اوكي. The first one is and. هنتكلم دلوقتي على and، واحنا خدناها قبل كده برضو، خدناها في الترم الاول تقريبا. اوكي. To join ideas. عايزين نربط الافكار ببعضها. They had falafel salad for breakfast. هم هياكلوا فلافل. ها salad for breakfast. هقول ايه؟ هياخدوا فلافل وي سلطة. يبقى هنا تكملة للجملة، هربط الجملة. يبقى هقول ايه؟ and they had falafel and salad. اوكي.
Again, they are hungry. Thirsty. هم جعانين وعطشانين. نقول and. They are hungry and thirsty. Okay? Now, so. So, to say result. نقول نتيجة. حاجة هتحصل أو نتيجة لحاجة. يعني مثلا he is hungry. He gets some food. هو جعان. خلاص؟ لذلك هياكل أو بياكل بعض الطعام. يبقى هنقول إيه هنا؟ So. So. He is hungry. So he gets some food. She has a test. She study hard. عندها امتحان. ها؟ لذلك she study hard. هي بتذاكر كويس. اوكي. طبعا احنا عندنا ايه كده هنقول هنا ايه يا جماعة في the present simple هنقول ايه studies hard. He studies hard because it is a present simple. Okay. Now we talk about but يعني لكن ماشي أيوة. To show contrast يعني إيه contrast يعني تضاد حاجات كده عكس بعض زي ما أقول الولد ده شاطر بس شقي لكنه شقي خلاص هقول ايه he wants to go out هو عايز يطلع بره it's raining بس الدنيا بتمطر يبقى هناخد هنا ايه but لكن الدنيا بتمطر فمش هيخرج بره يبقى احنا عندنا تضاد الجمله دي خلاص عامله فيها تضاد مع الجمله الثانيه مفروض ان هو عايز يخرج بره مفروض الجو جميل لا الجو مش جميل it's raining okay لا هنا ثواني يا جماعة اوكي read and choose so but and number one احنا انتهينا عند ريتال صح ريتال جاوبت معانا ريتال where are you ريتال Yes. Okay, Rita. Iman is hungry. She will eat a sandwich. So. So, excellent. So. حد يا جماعة انضم جديد لينا أنا ما قلتش اسمه. لا. طيب. أمينة. أنا. اسمك إيه؟ أنا مش انضم. اسمك إيه يا حبيبي؟ اسمي إسراء. إسراء؟ يلا يا إسراء جاوبيني. He is okay. He is sad. لا هنا سوري أنا ناقصة كلمة معلش ناخد number three. I have a computer. I can't download the photo. But excellent. أنا عندي كمبيوتر لكن أنا مش قادر إن أنا أعمل تنزيل لصورة. أوكي. إكسلنت إسراء. أمينة جاوبت، أوكي؟ أمينة جاوبت معايا؟ أمينة دلوقتي تاني، يلا يا أمينة. My mother likes. أوكي اقري يا أمينة يلا. My mother likes fruits and vegetables. And vegetables. إكسلنت. Good job أمينة. لما تامر يس مس اتفضلي يا لما اقري وجاوبي ملك تامر نوت ملك لما تامر اوكي ملك اوكي اتفضلي جو اهيد my sister can play tennis she
Can't swim. Swim. But. Excellent. Good job. Good job. كده يا جماعة الحمد لله انتهينا من الدرس بتاع الليسن بتاع النهاردة. هو درس صغير وجميل. اتكلم لانه درس فونكس ممتع. يا رب تكونوا استمتعتم به. وتكونوا فهمتوه كويس ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. اوكي معلمه، هو بعد الفطار ولا قبل الفطار؟ لسه هنحدد المواعيد ان شاء الله، ومس حنان هتبلغكم بيها. اوكي ميرسي يا حبايبي. انا شكرا ليك. ايه نايت تيشر. اوكي جود نايت. جود نايت. هو السيشن صغير، انا ما رضيتش اعمله اكبر من كده علشان انا عارفه ان انتوا بتناموا بدري. اوكي اوكي جود باي. يو كان ليف ناو. تقدروا دلوقتي تقفلوا عندكم. اوكي باي. السلام عليكم. اوكي مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا حبايبي. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.